اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سنه اولى مطبخ. هنعمل النهارده سلطه كول سلو اللي كلنا بنروح المطاعم علشان نجيبها. هعملها لكم النهارده في البيت بطريقه سهله جدا، مش هتاخد اكتر من 10 دقائق. يلا اوريكم الوصفه تتعمل ازاي وبالف هنا وشفا. في ناس بتعملها بالكرنب وفي ناس بتعملها بالكابوتشا، بس ايا كان احنا كلنا بنحبها وبنموت فيها. انا هنا جبت كرنب وقطعتها من النص كده زي ما انتم شايفين، وهستخدم بس نص الكرنبايه وهشيل التانيه الفها في سلوفانة كويس جدا في التلاجه عشان ما تبص معانا. النص التاني بقى اللي احنا هنستخدمه زي ما انتم شايفين انا بقطعها رفيع جدا عشان ما تبقاش تخينه كده معايا في السلطه، وانا اقطعها بقى صغير صغير كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنجيب بقى هنا المبشره بتاعتنا والجزر. احنا هنا يا جماعه هنستخدم جزرتين، طبعا على حسب الكميه اللي انتوا عايزينها. لو عايزين كميه اكبر يبقى هتضاعفوا الكميات اللي انا بقول لكم عليها دي. بعد كده هنحط الجزر والكرنب على بعض، ونحط معلقتين من الزبادي، ونحط معلقه ونص كبيره من العسل الابيض، ومعلقه كبيره من المايونيز، وطبعا رشه فلفل اسود معانا. طبعا لو انتوا حسيتوا ان هي عايزه تتسكر شويه ممكن تزودوا لها عسل، بس المقادير دي هتظبط معاكم جدا وهتحبوها جدا. وبالف هنا وشفا.